السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقه ديال الدعم المدرسي اللي غنشوفوا فيها الدرس ديال الاحتمال لا بروبابيليتي. وملي غنبغي نهضروا على الدرس ديال الاحتمال يعني التمارين ديال الوطني كتكون محدوده. كيفاش محدوده؟ الاحتمال واحد الدرس كبير وصعيب، ولكن داكشي اللي كيعطيونا في الوطني كيكون بسيط. يعني في الوطني كيعطيونا الاحتمال كيعطيونا غير السحب، يعني جميع الاسئله الوطني كتكون عباره عن السحب. مره واحده حطوا سحب زائد شجره الامكانات. اذا انت الا بغيتي تمشي الوطني اش خاصك تكون ضابط في الدرس ديال الاحتمال؟ تكون ضابط السحب بالانواع الثلاثه ديالو، تكون ضابط تخدم بالشجره، تعرف دير التمارين ديال البورسونتاج، وتعرف دير التمارين ديال النرد اندي. اذا حنا اللي غنركزوا عليه في الاول واللي كيتحط ديما في وطني هما دوك التمارين ديال السحب. اذا اول حاجه نديروا تقديم للدرس ونعرفوا شنو هو السحب وشنو هو الانواع ديالو. اذا بالنسبه للانواع ديال السحب، يعني التيراج اللي غيكون عندنا كيكون عندنا واحد السحب غنقسمه الى ثلاث انواع. السحب الاول غنقول عليه السحب في آن واحد، وبعض المرات تقدروا تلقاو هذا المصطلح اللي كيعني تآنيا في آن واحد هي تآنيا. يعني غيقول لك الناس سحب ثلاث كرات في آن واحد، يعني الكرات غيتهزوا في دقه واحده. ثم كاين السحب اللي كيكون بالتتابع وبدون احلال، يعني واحد السحبه غيقول لك الناس سحب ثلاث كرات بالتتابع وبدون احلال، يعني كنهز كره في يدي وما كنرجعهاش. دونك بدون احلال في العربيه هي بدون ارجاع، كتبوها هنا بدون احلال يعني بدون ارجاع. غتهز كره غتشوف اللون ديالها وغتخليها في يدك، غتعاود تهز الكره الثانيه، يعني هذا كيكون بالتتابع وبدون ارجاع اللي كنسميه بالتتابع وبدون احلال. السحبه الثالثه عكس ديال هذه، غنقولوا عليها بالتتابع وباحلال يعني بارجاع. يعني هنا غنوليو نهزوا مثلا ثلاثه الكرات بالتتابع وباحلال، يعني غنولي نهز كره نقيد اللون ديالها ونرجع الصندوق، نعاود نهز كره اخرى وغادي بحال هكا. إذا كيف ما كتشوف السحب ينقسم إلى ثلاثة أنواع، ضروري نخدمهم بثلاثة، ولكن اللي غتركز عليه بزاف هو في آن واحد. إلا وريتك الاختلاف بيناتهم ثلاثة، دونك إلا خدمت معك أنا في آن واحد راه بحال خدمت معك بثلاثة، لأنك أنت غتكون عارف إلا بدلوا لك السحبة غتعرف شنو هو اللي غيتغير إلا عرفتي الفرق اللي غيكون بيناتهم. المهم أسيدي، السحب اللي كيكون في آن واحد هو السحب كنقولوا عليه سيمولتانيمون. السحب اللي كيكون في آن واحد كيتخدم بالسي ان بي، يعني كيتخدم بالكومبينيزون. سي هي واحد الكومبينيزون، ان بي واحد الاعداد. السحب اللي غيكون بالتتابع وبدون احلال كيتخدم بالارونجمون، كيتخدم بالا. عندو واحد لي سامبول كيكونو عندنا في كالكول غنوريهم لكم. السحب اللي كيكون بالتتابع وبإحلال كنخدموه غير بلا بويسونس بالقوة. دونك أنا غندير لك بي أوس إن، تقدر تلقى حتى في المراجعة إكس أوس إن، راه بحال بحال قوة قوة. إذا دابا هاد السي كتسمى، يعني عندها واحد الإسم كتسمى تأليفة، وهادي كتسمى ترتيبة بدون تكرار، هي ديك بدون إحلال. وهذه القوة كتسمى ترتيبة بتكرار. يعني في الوطني ملي غيتحط لك السؤال فيه نسحب في آن واحد، الوطني كامل غيتخدم بهذا الرمز. نهار يقول لك بالتتابع وبدون إحلال، الوطني كامل غيتخدم بهذا الرمز أ. نهار يقول لك اسيدي بالتتابع وباحلال، الوطني كامل غيتخدم بالقوى على شكل 5 اس 2 3 اس 1 بهذا الشكل هذا.
يعني انا قبل ما نبدا الدرس عطيتك واحد الحاجه مهمه خاصك تكون عارفها، انواع السحب وكل سحبه باش كتخدم. دابا غنوريك كيفاش كتحسب سي، كيفاش كتحسب ا. دابا مثلا غادي نبداو ب ا 3 من 7. الناس اللي غيبغيو يحسبوا ا 3 من 7 شوش كيديروا؟ كيهبطوا 7 الرقم التحتاني، في كيبقاو راجعين ورا 7، ورا 7 كاينه 6، كيبقى راجع عاوتاني كاينه 5، غيوصل عند 5 وغيوقف. خصنا نعرفوا علاش وقف عند 5. الى شتي معايا هنا كاين 3 ارقام، هاد 3 هي الفوقانيه، يعني كنبقى راجع شحال من رقم كنبقى راجع للور على حساب داك الفوقاني. كان 3 خاصني نشوف 3 ارقام، كون داروا لي هنا 4 كان خاصني نزيد في 4 باش يوليو عندنا 4 الارقام. هذه طريقه باش كتحسب ا. مع واحد الملاحظه ما قلتهاش لكم، هو ان ان خاصو يكون اصغر او يساوي بي، يعني عمر الفوقانيه ما تكون كبر من التحتانيه. كيف ما كنقول عمر العين ما غتعلى الحاج، هي هذه الخدمه اللي غنديروا هنا. يعني الا لقيتي الفوقاني كبر من التحتاني عارف راه داك الشيء عندك غلط، كتابه غير ممكنه. ديما العدد ان يكون صغر من بي، فهادو بجوج كانوا قد قد ماشي مشكل، حيت داير لك انا او تساوي. اذا رد معايا الباب هنا، انت حسبتيها بيدك. الناس اللي غيبغيو يخدموا بالكالكول، دونك هذه اللي حسبناها اش غتعطينا؟ 0.35 غنديروا 0 3 في 7 21، دونك غتعطينا 210. الناس اللي بغاو يخدموا هذه في الكالكول اش غيديروا؟ غيديروا 7، غيديروا شيفت، غيكليكيو على علامه في. اي واحد فينا كيدير شيفت وكيدير في كيطلع ليه واحد الرمز بي، هذاك الرمز بي راه هو ا. غير كاكي ما دايرينش في ا بلس ا دايرين بي. ثم كتحط 3 صافي، وكدير ليا تساوي، كتخرج لك النتيجه 210، ما تعذب ما والو. الرمز الثاني غندوي عليه، هذا الرمز كيتقرا 3 عاملي، هذيك علامه التعجب هي كتقرا عاملي فاكتوريال. اذا 3 عاملي او 3 فاكتوريال كيفاش كتحسب؟ كتبقى راجع 3 وكتبقى راجع في 2، ما كتوقف حتى كتلقى واحد، كتوصل عند واحد هذا كتوقف. 6 عاملي، 6 في 5 في 4 في 3 في 2، كتوصل عند واحد كتوقف وكتحسب لي هادشي في كالكول. بالنسبة للرمز ديال السي، السي 3 من 8 بغينا نحسبوها مانيال مو، يعني بيدينا اش غنديرو؟ هاد السي كنحولوها إلى ا. اللي بغى يحسب السي غيحولها لا، مع واحد الشرط، داك الشيء اللي كيكون الفوق كينزل للمقام وكيولي عاملي. اذا السي ديما كتولي ا، العدد الفوقاني كيهبط للمقام كيولي عاملي. تساوي 3 عاملي دوينا عليها هي 3 في 2 في 1، ا 3 من 8 حتى هي دوينا عليها كنحطوا 8 وكنبقاو راجعين شحال من مره غنرجعوا؟ 3 المرات، حيت الفوق كاينه 3. صافي كنحسب هذه في كالكول كتعطيني 56. هذه بيدينا. بغينا نخدموها بالكالكول، مثلا غنديروا سي، بغينا نحسبوا سي 3 من 8، غنديروا 8، غنديروا شيفت، غنكليكيو على قسمه. انت ان فوا كدير شيفت وقسمه كتطلع لك الرمز ديال السي، ثم كتحط لينا 3 كدير تساوي في البلاصه كتطلع لك 56. يعني الحساب ديالنا الدراري غيكون غير بكالكول. دونك نبداو بالامثله الاولين، امثله ابسط اللي غنبداو نشرحوا بهم كيفاش كيتخدموا دوك التمارين ديال السحب. لاحظ معايا عندك واحد الصندوق فيه كرات موزعه كما يلي
عندك سيدي ثلاث كرات حمراء، ثلاث كرات خضراء، كرتين سوداء. كيقول لك في الامتحان الوطني كيعطيوك هذه المعطيات وكيذكروك بنوع السحبه. بحال دابا هنا غيقول لك نسحب عشوائيا كرتين من الصندوق. ديك عشوائيا يعني بلا ما نطلعوا الصندوق باش ما يكونش عندنا الغش، كنخشي يدي كنتيري بلا ما نشوف. اذا نسحب عشوائيا كرتين من الصندوق في آن واحد، دونك الكواري عندنا غيتهزوا دقه واحده. اول حاجه خاصني نعرف هي الحدث الرئيسي، لان في الوطني اول حاجه غدير هي غتحسب الحدث الرئيسي قبل ما تقرا اي سؤال. اول حاجه كدير كتحسب لي شنو هو الحدث الرئيسي. اذا الحدث الرئيسي غنشرح لك اش كيعني وغنوريك الرمز ديالو. اذا الحدث الرئيسي كنرمزو ليه بكارد اوميغا، وكتقرا كاردينال اوميغا. كاردينال اوميغا بالعربيه رئيسي اوميغا. اذا كاردينال ديال اوميغا دائما غيكون هو الحدث الرئيسي. هذه وحدناها بان الحدث الرئيسي كاملين كنسميوه كاردينال اوميغا. الحدث الرئيسي عرفتي الرمز ديالو، بقى لك تعرف شنو هو المعنى ديالو. الحدث الرئيسي كيعني عدد السحابات الممكنة أو إجمالي السحابات. أنا نشرح لك بالضبط باش تفهم شنو هو عدد السحابات الممكن. أي واحد فينا خشى يدو في الصندوق وجبد جوج كواري، أش غيقدر يلقى؟ كي اللي غيلقى كرة فيها هوج وكرة فيها هوج. هذا احتمال واحد، يعني واحد يقدر يخشي يدو في الصندوق ويلقى كرة فيها غوج غوج. أو واحد خور مثلا خشى يدو في الصندوق يلقى غوج ولقى ذهب، حتى هذا احتمال. إلا بغينا نعرفوا شحال غيكونوا عندنا، إلا بغينا نعرفوهم كاملين، بغينا نعرفوا جميع الاحتمالات الممكنة. بحال دابا هنا غوج وفاغ، تقدر تكون الغوج الأولى، تقدر تكون الغوج الثانية، تقدر تكون الغوج الثالثة، عاوتاني هاد الفاغ راه تقدر تكون هي الأولى هي الثانية هي الثالثة، يعني غيكونوا عندنا بزاف ديال الاحتمالات. طريقة إلا بغيتي تعرف عدد السحابات الممكنة، إلا بغيتي تعرفهم، اللي هو كنرمزوا ليه بكاردينال أوميغا، وكيتسمى الحدث الرئيسي، إلا بغيتي تعرف شحال من سحبة، بلا ما تبقى تجرب وتقول واحد جوج ثلاثة، هادشي راه تسمى قديم بحال هكا اللي بقيتي كدير ما غاديش تسالي. كاين واحد الميثود كتقول لك بان الا بغيتي تحسب الحدث الرئيسي اول حاجه غتحط لي السي. علاش الدراري حطيت السي؟ لان في التمرين قالوا لينا ديك كلمه في ان واحد، حيت انا كتبت لك قبيله اللي عطاك في ان واحد خاصك تخدم ليا بالسي. اذا على قبل كلمه في ان واحد حطينا السي. كاردينال اوميغا ما كيتبدلش، ديما الفوق كنحطو عدد الكرات المسحوبة. عدد الكرات المسحوبة كيكون في المعطيات ديال التمرين. إلا قريتي نسحب، أنا نسطر لك، قال لك نسحب كرتين. إذا عدد الكرات المسحوبة في هذا التمرين هي جوج، وما كاينش تقول لي راه دي واش ديما جوج. التمرين قال لك كرتين غنديرو جوج، تمرين اخر قال لك نسحب ثلاث كرات غندير ثلاثه. اذا الفوق عدد الكرات المسحوبه، والتحت كنحطوا عدد كرات الصندوق. هذه هي الخدمه ديال كاردينال اوميغا. باش تعرف كاردينال اوميغا ما كيتبدلش، كدير السي على حساب نوع السحبه في ان واحد، الفوق كدير عدد الكرات المسحوبه، والتحت كدير عدد كرات الصندوق. يعني بالنسبه لنا حنا عدد كرات المسحوبه كنسحبوا كرتين، عدد كرات الصندوق عندنا 8. اذا كاردينال اوميغا هو السي جوج من 8. اذا نحسبوا دابا داك السي جوج من 8، انت راه وريتك كيفاش غتخدمها بكالكول. الناس اللي غيخدموا بكالكول 8 شيفت قسمه جوج، كليكي على تساوي طلع لك النتيجه. انا ما عنديش كالكول غنحسبها بيدي، غنديرو الفوق ا جوج من 8، والتحت غادي ندير جوج عاملي
8 في 7 جوج مرات حيت فوق كاينه جوج وغندير جوج في واحد غتولي عندنا 28. اذا الكاردينال ديال اوميغا اللي كيتسمى الحدث الرئيسي عطانا 28. يعني كون بغيت نبقى نجرب ونقول الاحتمالات اللي غتكون كنت غنبقى ندير 28 احتمال. اذا اتفقنا دابا على ان اول حاجه كدار نهار وطني هي كنحسبوا داك الكاردينال ديال من ديال اوميغا كيتحسب على حسب نوعيه السحبه. يقول لك في ان واحد كتخدم بسي، يقول لك بالتتابع وبدون احلال كتخدم بأ، يقول لك بالتتابع وباحلال كتخدم بالاس. دابا حنا خليونا في ان واحد، حطيت السي ديما الفوق عدد الكرات المسحوبه اللي كتكون مذكوره في التمرين، قال لك نسحب كرتين، وديما تحت عدد كرات الصندوق اللي كتمشي كتحسبهم وكتحط العدد ديالهم. اذا ملي كنحسبوا داك الكاردينال اوميغا في التمرين كيعطيونا واحد الاحداث كيسميوهم ا بي سي. احداث يعني واحد الحاجه كتكون مطلوبه منا، بحال دابا هنا كيعطاوك واحد ا. دابا تعرف شنو هو ا؟ هو عباره عن حدث. حدث يعني شي حاجه مطلوبه منا، شي احتمال كيطلبوه منا. اذا ا هو واحد الحدث كيقول لك هذا الحدث الحصول على كرتين خضراء. اذا الحدث ديالنا ا كيقول لك مطلوب فيه يكونوا عندنا كرتين خضراء. وكيجيك سؤال بحال هكا، احسب بي ديال ا. هذيك بي ديال ا بمعنى احتمال الحدث ا. بي كتعني بروبابيليتي وص منه ا، ا هو حدث يعني البروبابيليتي ديال ليفيرمون ا، احتمال الحدث ا. قاعده في الدرس كتقول لك ان الاحتمال، احتمال ديال اي حدث يكتب على شكل كاردينال ديال ا على الكاردينال ديال اوميغا. نسولك على احتمال الحدث بي، غدير لي كاردينال دو بي على كاردينال ديال اوميغا. هادي عندنا واحد القاعده في الدرس تساوي كسر. علاش انا كنقول لك اول حاجه كدير هي هي كاردينال اوميغا؟ راه اي سؤال غتبغي تحسب غيكون عندك في المقام كاردينال اوميغا. هادشي علاش انت خاصك تكون حاسبه. بحال دابا هنا اوميغا عندنا 28. اذا دابا عندنا المشكل في كاردينال ا اللي هو الحصول على كرتين حمراء. شوف معايا مزيان اش غندير. تعلم ديما ترسم لا في ورقه امتحان لا في ورقه الوسخ بحال بحال. كدير جوج كرات بحال هكا، ديما تراسي جوج كرات. علاش جوج كرات بالضبط؟ نسحب عشوائيا كرتين، كنتراسي جوج كرات وكنشوف بان الحدث ا اشنو مطلوب. كنتراسي جوج كرات ونقول ا اشنو مطلوب مني في ا. اللي مطلوب منك اسيدي في ا قرا الحصول على كرتين خضراء. يعني ا بغينا الكره الاولى تكون فيغ، الكره الثانيه تكون فيغ، بغينا جوج كواري اللي يكونوا خضرين. هذا هو المطلوب منا في الحدث. مزيان غنجي غندير سي. مزيان الفوق كنحط الكواري اللي مطلوبين. ها انت شحال من كره مطلوبه منك هنا؟ جوج. كدير جوج، هذه بمعنى غنهز جوج كواري. هادو راه بحال بحال، يعني ديما الكرات اللي كيكونوا بحال بحال كيتجمعوا في السي وحده بحال بحال. كندير جوج. علاش جوج؟ حيت غنهز جوج كواري. انت الا بغيتي جوج كواري خضرين منين خصك تاخذهم؟ طبيعه الحال باش تضمن ان الكرتين يكونوا خضراء خاصك تهزهم غير من الخضرين. يعني هنا غنقول لهم غنسحب جوج من هاد الثلاثه، هاد واحد جوج، هاد الثلاثه الخضرين نحطهم هنا. كنتسمى هذه كتقرا، هذه كتقرا بهذا الشكل. هزيت جوج كواري سي في ان واحد من ثلاثه. اش من ثلاثه خديت؟ ثلاثه اللي خضرين، حيت المطلوب مني الكرات يكونوا خضرين، دونك خاصهم يتهزوا من الخضرين. الخضرين العدد ديالهم ثلاثه.
ثم عملية حسابية تساوي هنا 28 سي جوج من 3 غتحسبها بالكالكول 3 شيفت قسمة جوج غتعطيك 3 إذن احتمال ديال الحدث أ غيعطينا 3 على 28 نشوفوا حدث آخر بي كيقول لك الحصول على كرة واحدة حمراء فقط أنت كتهز جوج كواري بغيتي وحدة فيهم اللي تكون حمراء صافي هذا هو المطلوب منك كتجي كدير لي القاعدة احتمال الحدث بي يكتب على شكل كاردينال دو بي على الكاردينال ديال اوميغا كاردينال اوميغا كتحسبو في الاول ما كتبقاش تحسبو كتبقى ديما خدام بيه 28 بالنسبه للحدث بي نشوفو اش مطلوب لاحظوا معايا اول حاجه غندير غنطراسي جوج كواري وغنعمرهم بداك الشيء اللي باغي اذا جوج كواري راكم عرفتوا علاش لان في التمرين قالوا لينا نسحب كرتين انا حطيت لك جوج كواري اشنو مطلوب في بي الحصول على كره واحده حمراء فقط بغاو وحده اللي تكون حمراء صافي دونك بغاو هذه تكون غوج قالت لك الثانيه ما خاصهاش تبقى خاويه الثانيه خاصها تكون من اللون الاخر الا بغينا غير وحده اللي تكون حمراء خاص الاولى تكون حمراء والثانيه ما تكونش حمراء يعني تكون خضراء او سوداء يعني تقدر دير لي هنا فير او الاولى غوج والثانيه نواغ هاد الخدمه طويله ما بغيناش نبقاو نخدموا بها بغينا نسهلوا بزاف شوف اش غندير لكم انا دابا بغيتي الاولى تكون حمراء دونك الثانيه خاصها ما تكونش حمراء مادام انا بغيت كره واحده حمراء فقط بمعنى بغيت الاولى تكون حمراء والثانيه ما تكونش حمراء هذه كلمه ما تكونش حمراء اش غندير لها بار اي حاجه فوق منها بار بحال المرافق ديال الاعداد العقاديه كيعني العكس يعني دابا هادي اش كتقرا هادي كتقرا كره حمراء وهذه كتقرا كره ليست حمراء يعني غيكونوا عندنا جوج كواري وحده غتهز من الحمرين وحده غتهز من اللي ماشي حمرين ما غنبقاش نفسر ليه واش خضراء ولا كحله بصفه عامه من اللي ماشي حمرين اذا خدمه بار كتنفعنا وغنوليو نخدموا بها بزاف اذا نعاود مادام هو غيقول لك المطلوب كره واحده حمراء فقط انا غنقول ليه راه الاولى غتكون حمراء والثانيه ما خاصهاش تكون حمراء كلمه ما خاصهاش تكون حمراء هي غوج باغ يعني ماشي حمراء ثم كنجي كنترجم هذه المعطيات سي الكره الاولى غنهز وحده هذه كتعني كره واحد الكره الاولى غتخاد من الحمرين سيروا للصندوق وحسبوا شحال من كره حمراء غتلقاو ثلاثه اذا هذيك واحد من ثلاثه كتعني هزيت كره من ثلاثه حمرين الكرة الثانية كيبقى واحد الإشكالية الناس غيتلفوا هنا غيقول لك واش نديرو في ولا نديرو زائد رد معايا هنا غتكون في علاش لأنك يلا هزيتي كرة مازال ما كملتيش السحبة السحبة خاص يكونوا فيها جوج كواري أنت يلا خديتي وحدة طونكو أنت مازال ما كملتيش جوج كواري خاصك دير في صافي انا غنشرحها بجوج طرق ملي كتكون السحبه مازال ما كملاتش كدير في ملي كتكمل السحبه كدير زائد انا يلا هزيت كره حمراء دونك مازال ما كملتش السحبه هادشي علاش درت في الطريقه الثانيه الاستاذ غيقول لك الا كانت او هي زائد والا كانت هو هي في هذه راه كتقرا كره حمراء وكره ليست حمراء يعني راه بيناتهم الواو خاص تكون فيه ثم الكره الثانيه بقات وحده غتخاد منين حيت هي كره ليست حمراء غناخذوها من الكواري اللي ماشي حمرين حسب في الصندوق شحال من كره ماشي حمراء انا غنحسبهم معاك 1 2 3 4 5 اذا الكرات اللي ماشي حمرين كاينين 5
ما سوقيش انا في اللون، انا سوقي غير ماشي حمراء. اللي ماشي حمرين كاينين خمسه، واحد من خمسه، وكندير تساوي كلشي غيعرف يحسب بكالكيل. ثلاثه شيفت قسمه واحد في خمسه شيفت قسمه واحد غتعطيك 15 على 28. نشوفوا دابا واحد الحدث اخر اللي هو السي. غيقول لك الحصول على كرتين لها نفس اللون، بغينا جوج كواري يكون عندهم نفس اللون. اذا البديه ديالي ما غاديش تبدل، بحال واحد البروتوكول كيبقى كيتكتب. احتمال ديال السي كنقولوا هو الكاردينال ديال السي على الكاردينال ديال اوميغا كسر كبير. اوميغا ما كتبدلش دائما 28. المطلوب منا يعني السي، المطلوب انا كنطراسي جوج كواري هما الاولين، بعدا هما جوج كواري وكنقول هاد جوج كواري اش طالبين فيهم. غنقرا السؤال غنلقى الكاتبين كرتين لها نفس اللون. اذا حنا اش بغينا؟ بغينا جوج كواري اللي يكون عندهم نفس اللون. مثلا الالوان اللي كاينين في الصندوق شنو هما؟ الروج والفير والنوار. اذا يقدر يكونوا جوج كواري حمرين بمعنى روج روج، يعني الا هزيت كره حمراء وكره حمراء غنتسمى هزيت كرتين حمراء. هذه كرتين حمراء راه كيتسموا عندهم نفس اللون. علاش كنسميو الدرزي الاحتمال؟ خاصني ما نزكر حتى شي احتمال، راه ما كاينش غير الاحتمال بوحدو، كاين او ممكن نلقى احتمال اخر. الا كانوا جوج كواري خضرين، راه جوج كواري خضرين راه حتى هما كيتسموا نفس اللون، او يعني بمعنى كاين احتمال اخر. الا كانوا جوج كواري نوار حتى هما راه كيتسموا عندهم نفس اللون. اذا الكرتين باش يكون عندهم نفس اللون لقيت فيهم ثلاث احتمالات، يا حمرين بجوج يا خضرين بجوج يا كحلين بجوج. كنبدا دابا في الترجمه ديال الكتابه ديالي. نهضروا على الاحتمال الاول هذا سي، جوج كواري كيف ما كتشوفوا هما غنديروا جوج كواري، بغيناهم يكونوا حمرين يعني غناخذوهم من الحمرين. شحال من حمرين كاينين عندنا؟ كاينين ثلاثه. كيف ما كتشوف معايا راك سحبتي جوج كواري، بمعنى كملتي السحبه ديالك الاولى. ملي كتكمل السحبه خاصنا نديرو زائد، او الطريقه الثانيه ملي تبان لك او خاصك دير زائد. سي ندوزو السحبه الثانيه، جوج كواري غندير الفوق جوج اللون ديالهم خضر، اذا غناخذوهم من الخضرين. عدد الخضرين كاينين ثلاثة. هزيتي جوج كواري يعني السحبة سالات، كدير زائد، ولا بانت لك او راه اوتوماتيكمون هي زائد. بقات لك السي، بقات لك السحبة الثالثة، غتهز جوج كواري من الكحلين. الكواري الكحلين كاينين جوج، السي جوج من جوج. كيبقى لك الحساب، حساب ما غندويش عليه، راه كلشي عنده كالكول. 3 زائد 3 زائد 1 غتعطينا هي 7 على 28. إذا درنا لها عملية ديال اختزال غتبقى 1 على 4. نشوفوا احتمال الأخر، الحدث أدي الحصول على كرتين مختلفتين اللون. إذا البدية ديالي معروفة، احتمال الحدث دي يكتب على شكل كاردينال ديال دي على كاردينال ديال اوميغا. اوميغا غبقات عندنا دائما 28. الحدث الدي المطلوب نتراسي جوج ديال الكرات ونشوف اشنو مطلوب. المطلوب هنا قال لك كرتين مختلفتي اللون، يعني كل وحده كناخذوها من اللون، هذه من اللون وهذه من اللون. نبدا على بركه الله. مثلا التجربه ديالي اش غيكون فيها؟ كنبدا الالوان بحال هكا غوج فيغ، تقدر تكون غوج مع فيغ. الا خديت جوج كواري وحده غوج وحده فيغ، راه بطبيعه الحال الالوان ديالهم راه مختلفين، ولكن راه ما كاينش غير هذا الاحتمال، كاين احتمال اخر. ممكن نلقى كرتين فيهم الغوج والنوار،
وغوج نوار حتى هما مختلفين اللون. او مازال احتمال اخر ممكن نلقى فيغ ونوار. اذا حتى هي فيها ثلاثه ديال الاحتمالات. دونك الا كانوا عندكم الالوان وبغيتوا ما تلفوش كاينه واحد الطريقه زوينه كنستعملوها نديرو غوج فيغ نوار. هادو هما الالوان اللي عندنا غوج فيغ نوار. غنبداو نديرو دي كومبينيزون غنبداو ندير حرق غنقول لك غناخذ الغوج مع الفيغ هذا الاحتمال الاول غناخذ الغوج مع النوار الاحتمال الثاني يعني كتبقى هابط هذا كتخدموا مع اللي تحت منه ثم هو نفسه كتخدموا مع اللي تحت منه ملي كتسالي منه كدوز اللي تحت من الغوج فيغ كيتخاد مع النوار ثلاث الاحتمالات واحد جوج ثلاثه ثلاث الاحتمالات كل ما كيكثروا الالوان كل ما كيتزادونا احتمالات. اذا دابا غنجي غنقول غناخذ كره لاحظ معايا دابا انا هنا غناخذ كره حمراء يعني غتهز من الحمرين ثلاثه شوف راك يلاه هزيتي كره مازال ما كملتيش جوج يعني خاصك دير في الكره اللي حداها الثانيه بقى كره حداها كره خضراء الخضرين كاينين ثلاثه كندير واحد من ثلاثه اذا هاد السحبه الاولى سالات كسبتها او بمعنى زائد كيف ما كتشوف راني هزيت كره وكوره يعني هزيت جوج كواري السحبه كملات كدير زائد ندوز دابا انا واصل لهنا غوج غناخذ وحده من لي غوج العدد ديالهم ثلاثه مازال ما كملتش جوج راني مازال يلا هزيت كوره بقى لي الثانيه في حيت مازال ما كملتش السحبه ديالي واحد غتخاد من لي نوار لي نوار كاينين ثلاثه اذا حتى هاد السحبه سالات او زائد السحبه الاخرى فيغ اذا غناخذ وحده من لي فيغ ثلاثه في سي واحد من لي نوار جوج اذا هذه هي الخدمه ديالي بقات لي غير داك الحساب دونك هنا غتبقى تسعود زائد تسعود زائد ستة بمعنى 24 على 28 مع الاختزال كتعطينا دونك تعطينا 6 على 7